مشتاق والله واخذني الحنين الى تركيا. ما ادري دعاه وش علومها وشلونها، زينه ما بزينه. والله ذكريات في تركيا مع الاعلاميه في قناه الفجيره، دعاء النمر ما تنسي، بنزل مقاطع من جديد. والله توحشتنا الدعاء، لا حد يلوم يا شباب، كافي منكم خلاص، اخذني الحنين والله. الجماعة صايدين حلزون. حملها بالزيئة تمسكها عادي؟ اي عادي، انا ما اخاف. طب حيك والله، انت العسل. فدوة 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 لأهل السعودية. والله انا اروح لك فدوة والله. واني اروح لكم فدوة. تسلمي والله، روحي لك. جمهورنا الحبيب من اقدم شجرة في العالم في تركيا. انا شجرة. اخذكم دعاء السلم عليكم. انا شجرة. الله محييك. انت الجنة بكبرها. يما فدوة. يلا ما بي. مين حابب الزيتون؟ انا انا. مين؟ انا. بلاش باخذ. ابو الفدا ابو الفدا الله يحييك. تقول شيء غريب، هذا مو ليلى لا معاه طايد له. هذا عسل بالزيتون. انا موجود في مربى. ضحكت علينا. انت اصلا كوكتيل عسل. انت اللي عسل والله. الله يحييك، شرفنا فيك والله. والله انا اكثر. يلا باي شباب. باي. مذيعه بالتلفزيون الفجيره، عم بقدم برنامج صباح الخير يا وطن، بتمنى تحضروني وتتابعوني على السناب. الاخر حيحط لكم السناب صح؟ صح. وهيك كثير برد. ثلوج. كثير مش قادره اتحرك. حياك يا دعاء. ميرسي. مشكلة انت في تركيا واصلك من فلسطين. جامعة الدول العربية مع تركيا. طبعا اليوم التقيت في بورصة بالمقدمة في قناة الفجيرة الإعلامية دعاء النمر. هلا كيفكم يا حلوين؟ دعاء مبسوطين بالأجواء الرائعة ومعاه بتركيا والجو البارد. دعاء عرفي الجمهور عن نفسك. أنا دعاء النمر، فلسطينية سكان دبي. هذه المنطقة من عجائب الدنيا. الشيء الغريب هو مربى الزيتون، هذا مولية للمعة طايد للديدان، التين معروف انه فيتامينات، اغرب شيء مربى الزعفران، هذا بيقوي شبكة العيون ويزيل جرثومة المعدة. لا 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 يا شباب، وياي ابو جنى جايين نتعشى كباب من عند ابو مرتضى. وانتو خليكم في بيوتكم، تعال وتذوق كباب ابو مرتضى. الموقع في الحليله، بعطيكم الوصف بعد شوي. الشباب اللي يبقى كباب ابو مرتضى في الحليله، خل مندي الريف على يمينك وادخل مع اللفة يمين تشوفه. علي المشعل، انا عازمك في الحليلة على كباب مرتضى، من تجي الأحسن أنا عازمك. الفنان الكويتي أحمد الفراج، إيش لك رايح تركيا؟ تعال عازمك في الأحسن على كباب مرتضى. صديقي أحمد الفراج، هذا أبو مرتضى عازمنك على مندي في الأحسن، وقال لي أبلغك العزيمة لا تردي. هذا ابو جنى جاي اياي عند كباب ابو مرتضى ويستحي. ابو انا استحي يا ابو الفداء. صديقي احمد الفرج، هذا ابو مرتضى يقول
في الظهر عازمنك على مندي، وفي الليل عازمنك على مشاوي كباب في الأحساء. صديقي أحمد الفرج، من ترجع من تركيا عطيت بمرتضى وعد بزبطك في مندي ومشاوي في الأحساء. وذي المتابعين جايين من شمال المملكة. يا هلا يا هلا يا أبو فدا، يا هلا. الله محييكم، وما جاتكم الأحساء عيوننا تشيلكم. تسلم يا أبو فدا، تسلم، كل هذا عشانك. الله محييك. شعبية هناك. ومشكورين على العنوة يا شباب. يا هلا يا هلا يا أبو فدا، حلامك. الله محييك. الله يجزيك إن شاء الله ويخليك. أحلى تحية من الأحساء لعيون أبو الفدا من الرميلة. بعدي مريض يا جماعة، رجعت البيت وناويها نومة أو سحبة، ومتى ما قعدت قعدت.